هاد الحملة هذه فهي كتجي وكتهم بالضبط الصحة المدرسية ديال الأطفال وكذلك بالنسبة حتى الناس الكبار، وبالضبط كتخص الصحة المدرسية فيما يخص لي سوان بيكودونتير يعني العلاجات ديال الأسنان وكذلك لا ريشيرش ديال ليفيز بريفراكسيون عند الأطفال يعني الفحص ديال العيون والحدة ديال البصر باش نشوفوا دوك الوليدات اللي هما خاصهم باش يديروا النظره ديالهم وكذلك باش اللي خصو شي عمليه ولا هذا، اضافه الى واحد المجموعه ديال الفحوصات اللي كدار سواء بالنسبه للديبيستاج ديال الهيباتيت ولا البياش ولا هذا. هذه الحمله فهي كتدخل في اطار ديال الشراكه ما بين المديريه الجهويه ديال الصحه والمندوبيه الاقليميه ديال الصحه وكذلك المندوبيه الاقليميه ديال التعليم والجمعيه ديال لوباس. اليوم كنتواجدوا في منطقه موج باش نحاولوا نقودوا واحد القافله طبيه غيستافدوا منها الساكنه وخصوصا التلاميذ المدرسين، لان كاينين بزاف ديال الخدمات الطبيه كتتعلق بالتلاميذ المدرسين، منها الكشف عن ضعف البصر، الكشف العياده الطبيه، غادي يكون ان شاء الله اعطاء الادويه للتلاميذ اللي كيحتاجوا، وكخدمات تكميليه ارتئينا اننا نقدموا خدمات وحدين اخرين، هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالنسبه للامهات، سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. هذه العمليه كتخذها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه مشكورة مع وزارة الصحة بكل أطرها. كاين هنا عاوتاني كتعاوننا حتى الناس ديال التعليم، الأطر ديال التعليمية هما قدموا لنا مساعدة كبيرة، وكاين حتى المنظمة الإفريقية لمحاربة داء السيدة اللي حتى هي كتخدم الخدمات الخاصين بها، منهم الكشف عن داء السيدة، الكشف عن السيفيليس، لا كونسلتاسيون ميديكال بالنسبة للسيدات اللي في سن الإنجاب واللي كتهتم بالصحه الانجابيه. كنبغي نشكر شكر خاص للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه لانها هي اللي سهرت على ان هذا المشروع هذا يكون يشوف النهار يخرج للوجود، وكنشكروا الاطر. وهذه القافله كدار في اطار اليوم اللي كنحتفلوا به بذكرى المسيره الخضراء المضفره. كنتمنى الله يعيد على المغاربه بالفرح وطول العمر.